تكوني قوية وفحصي حالك وانتي إنسانة رائعة. الوقاية خير من قنطار علاج. حصي لأنه نحن بحاجتك. نحن هون لحتى ندعمك ونشجعك ونوقف معك. إذا المرأة سليمة في الأسرة كلها سليمة. اتوعي ولا تتوقفي. حافظي على جسمك، حافظي على صحتك، حافظي على أنوثتك وروحي فحصي. اهتمي بحالك لأنه أنت أساس كل شيء. كل أمهات سوريا هي أمهاتنا ونحن كلنا عائلة واحدة. بهي العبارات وضمن لعبة الوقت وبعيدا عن فرضية الحظ لنقدر نكسب نسبة شفاء تتجاوز 90% في حالات الكشف المبكر عن المرض. بدأ ماراثون اختتام الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي برعاية وزارة الصحة وبمشاركة العديد من الجهات والمنظمات الأهلية في المجتمع وبحضور عشرات المواطنين من مختلف الأعمار انطلاقا من ساحة الأمويين ووصولا إلى مدينة جلاء الرياضية. من خلال نحن حملاتنا التثقيفية وتوعوية منعرف السيدات ومنعرف المجتمع لشو هي طبيعة هذا السرطان، شو هي الوسائل الوقاية منه وكيف نحن ممكن نكشفه بشكل مبكر حتى نتجنب العواقب السيئة لإله. حملة السنة أخذت طابع خاص كونه في توجه لفئة السيدات من عمر 20 سنة لحتى نوعيهم على طريقة الفحص الذاتي للسيدة لإلها بنفسها بجوات البيت وندربهم على الفحص من قبل الأخصائيين، إلى جانب ذلك توجهات أن السيدة بعد 40 سنة تعمل صورة كل سنتين للإطمئنان، إلا السيدات ذوي العالية الخطورة اللي في عندهم إصابات سرطانية فلاجب أن يكون مراقبة كل 6 أشهر لسنة. لما بنحكي عن سرطان الثدي ما عم نحكي عن السيدات بس، لأنه في 1% نسبة إصابة سرطان الثدي عند الذكور. استطعنا من خلال هاي الحملة السنة بثلاث أسابيع الأولى أنه نفحص 150 ألف سيدة على مستوى سوريا، نصور 6000 سيدة تصوير مامو، وكان هذا حافز إن السنة دخلنا 4 أجهزة ماموغراف جديدة على المراكز الصحية، فأصبحت الوزارة تملك 33 مركز. إن شاء الله السنة الجاية مع الحملة الجاية الرقم بيرتفع بإذن الله. نحن مو هدفنا سيدة المجتمع فوق 40 سنة تمام فقط، لازم نحن نوعي السيدة اللي هي من هي وصغيرة تمام شلون بتساوي فحص ذاتي، شلون بتساوي فحص دوري، شلون توعي امه. اهم شيء هو الدعم النفسي، يعني مجرد انه ما عملوا هي الحمله الكل رح يسمع، الكل رح يشوف، الكل رح يطلع ويشارك فيها، فبالنهايه رح يصير في عن هذا الخوف والحاجز اللي عندنا اياه نحن كنساء او كامراه صغيره او كبيره كانت رح يخف عنا. اظنك اليوم كشباب انه نحن داعمين للمراه ولازم انه المراه هي جزء من المجتمع، لازم يكون الشاب داعمه. لأنه مرض بيركض ليسرق الصحة والسعادة من قلوب السيدات، كان لازم نكون أسرع لنأكد على ضرورة الفحص المبكر والكشف عن مرض سرطان الثدي يلي هو هدف ماراثون اليوم. من أمام نادي جلاء للإخبارية السورية إرمين عمار.